بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجد درس ويستناش من دروس نظرات في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 3 شعبان 1436 الموافق 22 ماي 2015. كنت سمي ثالث مثلاً الدرس نعدان بضد بيعة العقبة الثانية اللي اسمها بيعة العقبة الكبرى. بيعة العقبة الكبرى وبيعة العقبة الثانية. إلا كان حصوية مثلاً باللي من قار سيرا في صلى الله عليه وسلم ماشي التاريخ شو الاستوار تما شهوت ما شهو يظرى 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 خاطئ. الأحداث التاريخية مهمة نحكو في التاريخ، ولكن أمشير نحفظ سيرا في صلى الله عليه وسلم أمشير نعيش نكني ثذر ثنغ أغفل ذهنغ أمش أثقرز ثذر ثنغ شغل من غرى السيرة، والسيرة ما كانت حصان تطبيق للوحي الطاهر القرآن. هذا القرآن دول ربي سبحانه الحمد لله نسعث زدي يصفى أكني دينزل في النبي صلى الله عليه وسلم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ربي الحمد لله العين صار مزوال الذوى العين صار ويسين السنة النبي صلى الله عليه وسلم. السيرة تطبيق إيوين اللان دي الوحي الطاهر في السناث وغورنا كين تعيشين ذي الدوني ثنغ إياكو كين ملان أما ذي ثواشوت لا فامي أما ذي ثمتي ذي المجتمع لا سوسيتي أما ذي السواق البيع والشراء أما ذي ليزانفيستيسمون مقارنة ذي الإيكونومي ذي التجارة الدولية الداخلية أما ذي العلاقة يرنا وكذي الجيران جميع أكا أهورنا ذات نوفا في فرثنسن ذي السيرة أنغر السيرة والوالي ذبع السيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثقيل المقدمة خفيفة أكون سمحتيغ بيعة العقبة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم إن جماع ذينا ذي مينا جوار مينا أكذ ذوق ديوسان سي المدينة المنورة موسم الحج 73 قرقازن أكون ثلاثة تلاوين ثلال البيعة في كنس البيعة النبي صلى الله عليه وسلم بويا عند في كنس بيعة البنو دينس الناثين درسني عدا نسيقين خدم كان دي كومنتير يعني نظرات. سبحان الله بوكر صديق وريح ذير ذا عساس يقول له عمر بن الخطاب كيف كيف ذا عساس العباس إلى الوقت على الشرك ولكن يساني ذم اثني شركة النبي صلى الله عليه وسلم ويساني وليس يهضر اصلا يصحاب المدينه ديوسان الناس ما الا زمر مثولا زمر ميمان ولا تحاميم اتحارف من فلاس اتمنع مسسق مشوم من وكذا الله يبارك تاوي مثل ما انا نامولاش هذه قيميتنا غيرنا. المهم ثم شوت نحكاد يعني شرن تفاصيل درسني عدان ولكن تحضر بس قرا بوبكر صديق وراح يرى الى عساس لم يحضر في الاجتماع بيعه العقبه عمر بن الخطاب كيف كيف باش نفهم ذا غيون الدرس. النبي صلى الله عليه وسلم كل يونيف كيس كانيس بدون اعتراض ولاش لوبوزيسيون سين كو مشا كان كيني عجب ابو بكر الصديق الى قد حضر عادي تقدر النبي صلى الله عليه وسلم وضوع انت اكن يلزم ثورا نخدم لاناليز تحليل بنود البيعه هذا نشوف خير تمثال شرى النظرات ثم مغليوين ثم مغلي ثم زوث بيعة العقبة مقدمة تمهيد للهجرة النبوية إلى المدينة المنورة. كل شيء يروح إطاب بار إطاب النبي عليه الصلاة والسلام يتسلى في ربي يوم ولا ربي يتعاون ولكن يتبلاني فيه يتخطط تخطيط. وبيعة العقبة ساعة مازال ذم قران ذي السيرة في صلى الله عليه وسلم أخطر نتسث تمهيد
بعد العقبة الأولى ثم العقبة الثانية تمهيد للهجرة النبوية من مكة إلى المدينة المنورة، هذه نظرة مهمة. النظرة الثانية من بنود البيعة النفقة في العسر واليسر، بذل المال الإنفاق أذريم. النبي عليه الصلاة والسلام في كنس البيعة بيعت باش نفقا في سبيل الله، ماشي كان ذمنا والسلام. خاطئ، ينفقوا من أموالهم، خطر الأموال يفكث انت ربي للإنفاق، اكسب أين تفغض سي الحلال، سي الحلال ماشي سي الحرام، سيديك ذي الخدمايك ذي التريكاك ذي جان باباك نغ جديك نغ ديونك ديف كان دوناسيون مرحبا ذي الحلال نغ لي تيستامو ذي الحلال وياك قرنس تير قوال الحلال لان تير قوال الحرام كرمكم الله. الرشوة وين راه يكسفن هذه خدم التريكا سي الرشوة ذي الحرام، وين راه يكسفن سي الربا ذي الشم ذي الربا ذي الحرام، ستوكر ذا ذا الحرام يكوين قدرنا كل الدكتور نمواجي كنفغون لان غاسو سنفاقنا رامدن ربي زرثن يعلم السر وأخفى. ولكن ذا غميد يوظن يذري من سافوس إلى قثن تنفقض في سبيل الله يوسع في ثواشولتيك في مولانيك في ثدرتيك في الجوامع في ثمامرين في جليلان الفقراء المساكين. النبي صلى الله عليه وسلم ناس تنفقوا الإسلام ماشي كتسمر ذوال تنفق، وربينا ذاكي ذي القرآن إناد وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنفق معنتها أينك دفكا يا ربي غريفاسنيك أتجيريض أنفق أتش سو ما شاء الله كيعين ربي صفر حراويك صفر حي مولانيك، ولكن وثتو يا لذا الإنفاق العام جوامع في معمرين إلى كل الجوز النار ماشي ساكي فهمن ساعة النيف يخلنا نديو نواس أتفضيون يسعى الزيت ذايا أدفك الزيت في معمر أما ذي الشرفان بهلول أما ذي سيدي منصور أما ذي سيدي السحنون أما ذي سيدي عمر والحاجة ما كوك إي بورتون إلا الله زوقتني لا كلش أدي في كزيث وأيضا نظن أذي روح أدي الصلصال سيلا خدمنا كني ورا شي قارن أذي كتبن واذ محون وأيضا روح أدي وغنيم القصب القسفن ذا فلاحة يديزم ذي الأقلام ولا شي ستليون ذي الأقلام ميك ودي في كغروم ودي في كزيت ودي في كتزرث إني غمان. المهم ثم عمرت فد صغر القرآن الكريم غاز فرنسا تقيم القرن واثنين وثلاثين سنة ثقفيلي سوازاليس ثعرف سوازاليس غاز لثروميث. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في كنس العهد ذي البيعة باش ينفقوا في سبيل الله في السراء والضراء بذل المال وقيم قال جهاد بالمال. ربينا ذي سورة الصف في الآيتين عشر أحداش تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم أكا ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، جهاد بالمال وبالنفس. لذلك ثمغري في الثلاثة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم ذي البيعة عني في كنس البيعة باش أضمر نص المعروف وذنهن في المنكر. وربي الناد التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون، ولذلك صفات المؤمنين المدينة الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. بعد ربي ختم سيد وبشر المؤمنين سورة التوبة الآية 112 وإن كنتم خير أمة أخرجت للناس ماشي كانك تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله إلى آخر الآية، بمعنى خيرية الأمة مبنية على هذه القاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أي النظام، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره. بمعنى باش نفكن باللي ثقيل سورة التوبة الآية 71 بمعنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثقي قاعدة يقوم عليه المجتمع. مولاش تقي السلام عليكم شو دي قيم من بعد، والنهي عن المنكر يوعر أكثر من الأمر بالمعروف. الأمر بالمعروف تصدر سين الهان يلها الخير تلها ثقمات تلها الذكلي تلها تزدي تقول صدر لي بروبلام هي مي المنكر تنهض في المنكر تدي مارد كان لي بروبلام زوبوزون الدحيس خطرها النهي عن المنكر. لابد لابد من الاعتبار، نأخذ العبرة في نظارات هذا نغرض البيعة في صاص بيعة العقبة الكبرى أمش في كنس العهد باش هذا مرس المعروف وذنهم في المنكر. كمل نظرا نظن فضل الأنصار، الأنصار ديوسان سي المدينة من مكة حضر بيعة العقبة في كنس العهد إن في صلاة يسلم أكا ونصرنته جنسد جنسد المدينة باش تستقبل المهاجرين وتستقبل ذا النبي صلى الله عليه وسلم أكا الله يبارك حاجة مليحة يا حاجة مليحة. النبي صلى الله عليه وسلم يفقنا غد فضل الأنصار إثن صرا ذي الطيق خطر ذي الطيق دي تسفان ورفيق. حديث البراء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن. الأنصار سوى المملث نحملا ولا يبغضهم إلا منافق. وقيد الميزان دين النبي صلى الله عليه وسلم فمن أحبه أحبه الله ولث نحملا أثي حمل ربي ومن أبغضهم أبغضه الله البخاري. ولن أحدث ويضف المهاجرين صافي ثورة السؤال هل يجوز والسابقون الأولون من المهاجرين الأنصار والذين تبعوا رضي الله عنهم ورضوا عنهم معنى وقد يهجر نكذ في صلى الله عليه وسلم سلفضل سن جن ثمورا سن جن الخير سن جن هجرا أي غر فرارا بعقيدتهم إلى الوطن في العقيدة خذ من موازنة لنس نفر بديننا وبعقيدتنا ثم نعود إلى وطننا أليس كذلك خذ من ماشي سرولة ماشي ذي القلان تركزان يخصن نظر الكورة يخصن خاطئ وثقي سنذكرها بعد حين إن شاء الله. المهاجرين يكذ الأنصار سعن الفضل علينا هل يجوز أن نكون الساقين نطعن في صحابي من الصحابة؟ لا يجوز لا يجوز لا يجوز أي غير خطر يا ربثني يون اسمي سنفي صلى الله عليه وسلم نتشيذ الملائكة وسعنر العصمة يقينا ومخالف دي الدرجة يقينا ثقث فانا ميطيش وقسوا عن فضل مبكر الصديق وقسوا عن فضل الإنفاق مع عثمان بن عفان جيش العسرة ثلث انتير ذن تغثي جهزن ما شاء الله أشو سينا في صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما يفعل بعد اليوم إفكيس شهادة تزكية لكن يفغوي ولا بند موري الزمير هذه والدرجة بوية ذاك لن السوحة ذاك عاش في زمان يسعى نرى الدرجة مبكر صديق ولا العمر ولا العلي بن أبي طالب ولا العثمان ولا أبو عبيدة عامر بن جراح أمين هذه الأمة ولا زيد بن ثابت ولا خالد بن الوليد سيف الله المسؤول ولا 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 سعينا نرى نبي صاص من ناك الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله أخرجه الإمام البخاري. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار أيضا الحديث في البخاري.